صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله. يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا أبواب الرحمة وسفن النجاة، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن قول أحدكم لزوجته أحبك لا يذهب من قلبها أبدا. صدق الرسول الكريم وصدق أهل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا في البداية أحب أعتذر عن هذا التأخير الذي لم يكن في الحسبان. المجلس يبدأ في 10:30، ولكن الحين عندنا نص ساعة تأخرنا، فأرجو العذر من عند الأحبة ومن عندهم كذلك المتابعين ومن عند الأخوات. ولكن ما أدري، يعني اليوم ماكو طريق سالك، سبحان الله، يمكن لأن الكلام عن الزواج يمكن في ناس ما ينبون فراحوا سووا شيء في الطريق. على كل نستكمل أيها الأحبة الحديث حول هذا الموضوع الجميل، الحديث حول الزواج. في الليلة الفائتة تحدثنا حول الزواج من ناحية إسلامية، ما هو بعض الإشكالات التي ترد، أجبنا عليها وقلنا، وهذا أمر مهم جدا، أن الزواج أمر إسلاميا سهل جدا 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 جدا، وإذا صعبته الظروف فهذا لأن الظروف هذه ليست ذات قيمة عند الإسلام. إذا صعبه المهر العالي، إذا صعبه المتطلبات غير الضرورية، هذه الأمور لا ينظر لها الإسلام وليست ذات قيمة عنده. والإسلام ينظر على أن الزواج من ناحية هو سنة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وله ثواب عظيم جدا، وأيضا الثواب يلحق من يوفق بين زوجين بين رأسين بالحلال، ومن يزوج الآخرين، من يسعى في تزويج الآخرين لهم ثواب عظيم جدا. وهم كذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصعب هذا الطريق، خصوصا أنه الوحيد لتفريغ الطاقة الجنسية للإنسان. وقلنا أن هنالك معايير، طبعا تكلمنا أن الزواج ما هو، قلنا أن الزواج هو اتفاق صداقة جديدة، قلنا أن الزواج هو سعادة، أنه ليس استئثار بالرأي وإنما مشاركة بالرأي، وقلنا أن هنالك معايير للزواج،
إسلاميا المعيار الأهم والضروري جدا في الزواج هو أنه أن التدين والحالة الالتزامية للطرفين لابد أن تكون قوية، لابد أن تكون قوية ولابد أن تكون حاضرة بشدة، بحيث أنها إذا اختلت فوسع صدرك إلى كثير من المشاكل لسوف تأتي من وراء اختلال الحالة الالتزامية والدينية والإيمانية إلى أحد الطرفين. أيضا قلنا أن الحالة الالتزامية هذه ما هي؟ ليش؟ يعني لأن كثير من الأحيان نشوف أن الصورة ممتازة ولكن الجوهر غير طيب وعليه تحدث كثير من المشاكل. لما قلنا أن التدين أمر ضروري جدا وضحنا ما هو التدين، ماذا نقصد بالتدين؟ التدين ما نقصد به هو أن يكون حاكم الدين، أن يكون الدين حاكم على تصرفات الطرفين. أنا كزوج الدين يحكمني في تصرفاتي وفي تعاملي مع الزوجة، والزوجة الدين يحكمها في تصرفها وفي تعاملها معي. لذلك كثير من المشاكل راح تكون غير موجودة، راح تكون موؤودة قبل أن تحدث، لأن الدين عادة ما يركز على الحالة الأخلاقية في التعامل مع الآخر. ومن هنا ذهبنا إلى أن أيضا من المعايير الدينية أن يكون الطرفين على قدر كبير من الأخلاق، على قدر كبير من الأخلاق. اليوم راح نطرح بعض المعايير التي تدور في عقول الشباب حينما يتقدم ويبحث عن زوجة، هل هذه المعايير حقيقية أو مو حقيقية، فعلا موجودة أو مو فعلا موجودة. طبعا أنا أشرت وركزت على أني راح أتكلم على الزواج الإسلامي، للزواج الإسلامي هو الزواج اللي نحن نتوقع منه أن يكون زواج ناجح 100%. زين، شنو هاي المعايير الثانية وهل لها حضور أو ما لها حضور؟ واحد من المعايير هو الجمال. حينما يبحث الشاب عن زوجة يكون أحد المعايير والمقاييس التي تكون على أساسها يحدد راح أخذ هذه البنت أو لا هو الجمال. هل الجمال إسلاميا مطلوب؟ أو يعني عندنا آيات وروايات تتكلم أنه تزوج الجميلة، ابحث عن الجميلة، عليك بالجميلة. لما أجي أقرأ الروايات اللي تتكلم عن الجمال نشوف أنها بالعكس ما تحدد نوعية الجمال، وبل يعني لكي أكون واضح عندنا روايات تحدد نوعية الجمال، تتكلم عن طويلة عريضة ما شابه كذا، ولكن هل هو أساس في قبول الطرف الثاني؟ لما أجي أقرأ روايات أشوف لا مو أساس، بل بالعكس هنالك تحذير: إياكم وخضراء الدمن. من هي خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة السيئة، المرأة الجميلة في منبت السوء. من تزوج امرأة لجمالها رأى فيها ما يكره. خلنا أقول الرواية كلها: من تزوج امرأة لمالها أوكله الله إليه. يعني شنو أوكله الله إليه؟ يعني الله سبحانه وتعالى ما دام أنت أخذت هذه الزوجة معتمد على مالها لأنك تريد المال الموجود عندها، فالله سبحانه وتعالى يقول لك أنت طلبت، أنت طلبت الرزق من عند غيري، خذ الرزق من عند غيري، شوف أنك أنت تحصل هذا الرزق أو لا. هذا الكلام أيها الأحبة، خلونا نفتح كم جرح شوية. أجي إلى كثير من الشباب باعتبار أن الوضع المادي ماله صعب، فإذا أراد أن يبحث عن زوجة يروح يدور على الزوجة التي تعمل، أريدها تشتغل،
وهذا الشرط يصير شرط رئيسي في قبوله كثير أو رفضه إلى كثير من البنات. أنا أريد بنت تعمل، ومن طرف ثاني شو اللي يصير؟ تصير أن البنت تسعى إلى أن تكون عاملة لكي تكون مرغوبة في سوق الزواج. بهذه الطريقة هذا ما صار زواج، هذا صار صفقة. هذا بهي الطريقة صفقة، أنا قاعد أقوم بصفقة، أحصل من وراءها مال أو لا، خصوصا أني أنا الدافع اللي خلاني أخذ هذه البنت هو ما سوف يأتي من مال من وراء عملها، ما نظرت إلى بقية الأمور، دينها، أخلاقها، تدينها، حالها الثاني، لا، ما نظرت إلى هذه الأمور ونظرت إلى المال، كأني أنا متزوج بطاقة الصراف الآلي مالتها، كأني أنا متزوج المعاش اللي راح تحصله نهاية الشهر، مو متزوجنها هي. وأنا جيت أفكر هل هذا إليه واقع فعلا حقيقي أو لا؟ إسلاميا القيمومة في عنق الرجل، صح؟ وإذا هي في عنق الرجل فهذا معناه أنه المسؤول عن النفقة، صح؟ وإذا كان هو المسؤول عن النفقة فهي إذا قالت أن هذا المعاش فعلا هذا المعاش ما راح أساعدك فيه لا بقليل ولا بكثير، هل له أن يأخذ من راتبها؟ نقول له ما تقدر تأخذ من راتبها، أنت عليك أن تنفق عليها حتى وإن كانت ذات يسر، حتى وإن كانت غنية، فهم أنت ما نجحت في الزواج، وهم كذلك الصفقة مالتك طلعت فاشلة، هم كذلك أنت ما أخذت المرأة التي ترتاح إليها واللي هي راح تكون زوجة إليك لمدة 50 سنة، ما يندرى من اللي يشيع الثاني إلى القبر، وهم كذلك صارت الصفقة خاسرة. فإذا نظرنا بعد إليها مو مشكلة، هي ساعدت وأبدت وأعطت، لكن أنا فعلا حياة زوجية موجودة أو مو موجودة؟ أنا إذا جيت شفت واحدة من العاملات تخبرني بهي الطريقة، تقول أني أقعد الساعة 3 بالليل، الساعة 3 الفجر، هي عاملة مدرسة بعد، تقعد الساعة 3 الفجر تطبخ الغداء، ليش؟ لأن ماكو وقت عشان تطبخه بعدين، فتطبخ الغداء وتخليه في الثلاجة ياخذ طباخ الغداء ساعة مثلا، الساعة 4 تروح تجلس الزوج والأولاد للصلاة، يصلون، يرتبون حالهم، يسبحون ما شابه، يتريقون، كل واحد يروح إلى عمله، الأولاد يروحون إلى المدرسة، الزوج يروح إلى عمله، قوم هي تطلع تروح إلى عملها، ترجع الساعة 2:15، ترجع تعبة ولكن تقوم بتجهيز الطعام، فيجهزون الطعام ويأكلون، الزوج والأولاد يرتاحون، هي تشيل الطعام وتروح المطبخ تنظف الأواني، تخلص ترجع إلى شغلها. خب هم مشكلتهم إن شغلهم ما يخلص، يعني تجيب وياها البيت الصحح الأوراق وما شابه وسوي وتحضر دروسها إلى أن يجي المغرب، بعدين تقوم إلى الصلاة والعشاء وتخلص العشاء، وبعدين تصير واحدة خلاص منتهية منهكة القوى. زين وصلت إلى هذا الحال، يجي الزوج يريد حقه، يريد واحدة تقابله، يريد واحدة تؤنسه، وين بعد؟ انتهت هذه المرأة، ما موجود عندها شيء. انزين أحلى ما في المرأة أيها الأحبة أنها أنثى، أجمل ما في النساء أنهم هذه يمثلون حالة أنثوية، والله هذه المرأة اللي من هي النوعية هذه أنثى لو رجل، هذه رجل صورة أنثى، تقوم بعمل الرجال
للأسف أيها الأحبة هذا مؤسف مؤلم إن نخلي نساءنا بدل ما يكونوا مخدرات في البيوت ربات بيت ربات منازل معليش أنا ما قاعد أقول إن النساء ما يشتغلون لا يشتغلون إحنا محتاجين إليهم في حقل التعليم وفي حقل التمرير وفي حقل الصحة لكن أنت كزوج ليش تروح تطلب هذا الطلب أنت كشاب ليش تطلب إلا تكون تعمل أنا هذا الشرط ما يدخل في بالي ولا أجد إليه منطق عقلي ما أجد إليه شلون؟ أنا أقول إليك أنت لا تشترط مو أقول إليك منهم بياخدها يعني أنا أقول إن خوي خلاه تشتغل أنا أقول لك الحين أقول إليك أن مطلوب إن هي تشتغل إحنا نحتاجهم في هاي المجالات لكن أنت لما تروح تطلب هذا الطلب إلا تشتغل يعني شنو يعني هذا هو الهدف أنت ماخذ وحدة إلى مالها ما أنت ماخذ وحدة إلى شيء إلى دينها أو ما شابه يعني أنا كأشترط مو إليك إنك أنت تشترط هذا شرط باطل أو مو أقول باطل يعني شرعا بس هذا شرع غير مجدي هذا الشرط غير منتج مو فعال ما راح ينتج إليك حياة سعيدة ما راح ينتج إليك حياة سعيدة فإذا تنكح المرأة من تزوج المرأة لمالها أوكله الله إليه أوكله الله إليه يقول له روح خذ رزقك من عندها وإذا تزوجها لجمالها وهذا موطن الشاهد إذا تزوجها لجمالها رأى فيها ما يكره وإذا تزوجها لدينها جمع الله له كل ذلك إذا تزوجها لمالها أوكله الله إليه لجمالها رأى فيها ما يكره تزوجها لدينها جمع الله له مالها و جمالها تشوفه ينظر إليها بعين تطلع جميلة في عيون زوجها الدين يزينها الأخلاق تزينها رجاحة العقل تزينها تصير جميلة وهم كذلك يفتح الله سبحانه وتعالى إليه يفتح الله سبحانه وتعالى إليه أبواب الرزق ويصير هم كذلك حصل على ماله وحصل على جمالها فالجمال أمر مو شيء زين واحد يجي يشكل علي يعني شلون يعني ما ناخذ واحدة جميلة أقول إليك بالعكس روح خذ إليك لتستريح إليها نفسك خذ التي تستريح لها نفسك لكن إذا رغبت في هذه اللي تستريح لها نفسك ما يصير الأمر تفريط أعرف أنا واحد 23 مقابلة دخل يدور على جميلة 23 مقابل وبعدين اللي أخذها مو جميلة ليش طبعا شنو اللي خلاه يدخل هالعدد الكبير من المقابلات يصير المرأة يصير هو كأن قاعد في سوق شنو أنت وبنات الناس مو لعبة داخل على هذه وداخل على هذه وداخل على هذه 23 شو القضية القضية أنه يدخل على واحدة يشوف جميلة له يقول أكيد في أجمل يروح للثانية ما دام في هذه طلعت أجمل من الأولى فمعناه في أجمل يروح إلى الثالثة يعني في أجمل يروح إلى الرابعة في أجمل يروح على 23 مقابلة وبعدين ما حصل الجمال اللي هو يطلبه الجمال أيها الأحبة أمر نسبي مو أمر ثابت مو أمر له حدود لا نسبي في أفريقيا يعتبرون من مقومات الجمال السمارة مقومات الجمال بمعنى إلى حد شلون أنه كلما زاد سمرة المرأة كثر مهرها صار مهرها أزيد كلما زاد سمرتها كثر مهرها وينظرون إلى المرأة البيضاء على أنها مرأة غير جميلة طبعا إحنا ما قاعد أقول أن المرأة بيضاء جميلة والسوداء مي جميلة والسمراء جميلة والبيضاء مو جميلة لا مو قاعد أقول هذا أنا أقول إليك أن الأمر نسبي والأمر النسبي يعني شنو يعني يختلف من عند واحد لثاني وهذا الأمر النسبي ما إليه حدود
فأنت تعال أطلب من ترتاح لها نفسك، ترتاح لها نفسك، لأن هذا الجمال اللي يرتاح له نفسك زائد التدين مالها راح يبقى. أما الجمال اللي لأجل الجمال فقط هذا يزول، كل يعني الحب اللي بينكم راح يزول مع زوال الجمال، مع زوال الجمال يروح الحب. شلون شنو الزواج هذا؟ لكن لما يكون مرتبط بالدين وبالتدين لا، ما يزول الجمال والحب بزوال الجمال، يبقى تبقى جميلة في عين زوجها إلى آخر يوم في حياتها، إلى أن تكون في كلش، يعني لما تصير كبيرة كلش هم بعد تبقى جميلة في عين زوجها، لأن الدين يزينها. هذا أحد المعايير. معيار ثاني السن. إذا أراد الشاب أن يتزوج يروح يدور على أن تكون عمرها من هذا من هالقد إلى هالقد، وتكون في أكثر الأحيان تكون أقل من عمرنا. الآن هل أنا أقول أن المطلوب أن تكون عمرها أقل منه بهالقد سنة أو لا؟ اللي أقوله أيها الأحبة أن هذا الأمر، أن هذا الأمر مرتبط كله بالدين وبالتدين وبرجاحة العقل. أنا إذا حصلت مرأة فيها جميع الصفات اللي أنا أرغب فيها وراجحة العقل ودينها دين حقيقي، لكن طلعت في عمري جدي في السن في مثل عمري، أنت كشاب الحين المتزوجين ما لنا دخل بيكم أنت كشاب تقبل بهذه البنت أو ما تقبل بها؟ أو أن البنت جاء لها شاب، هذا الشاب في كل شيء هي تطلبه، ودينه وأخلاقه وتدين ماله وعائلة ممتازة، لكن قدها أو أصغر منها، تقبل فيه أو لا؟ الآن الأمر هو على أي أساس يحدد؟ طبعا في كثير من الأحيان الشباب يقول لك لا ما أريد. شلون ما تريد؟ لا قدي أنا أنبي أقل مني بأربع سنوات، أقل مني بخمس سنوات بهالقد. أو البنت لا تقول لا أنا أنبي أكبر مني بخمس سنوات بعشر سنوات بهي الطريقة. الحين أنا ما قاعد أرجح واحد من الاثنين، لكن اللي أقوله أنه تعالوا نشوف الزيجات الناجحة في التاريخ ونشوف الأعمار بينهم شلون، نخليها مقياس. أمير المؤمنين عليه السلام وأم البنين، هذا زواج ناجح أو مو زواج ناجح؟ ما حد يقدر يقول أن هذا زواج مو ناجح. تعال شوف النتاج ماله، أبو الفضل وأخوته، زواج ناجح أيضا. مو بس زواج ناجح، هذا يدل على أن هذه المرأة مرأة جليلة، وإحنا كل من تصطك الأمور علينا رحنا إلى أم البني لقيمتها العالية عند أهل البيت عليهم السلام، لمكانتها العالية عند الله سبحانه وتعالى. زين، كم الفرق بين أمير المؤمنين وأم البنين؟ طبعا أمير المؤمنين أكبر، كم الفرق بينهم؟ كم تتوقع؟ 28 سنة. 28 سنة الفرق بين أمير المؤمنين وأم البنين. شلون عرفنا هذا الفرق؟ أمير المؤمنين حين ما توفيت السيدة الزهراء عليها السلام كان له من العمر 33 سنة، 33 سنة، وكانت السيدة زينب عليها السلام ذات 5 سنين، أم البنين في عمر السيدة زينب عليها السلام، فخمس سنوات شيلها من 33 يبقى من عندنا 28 سنة. مع أن العمر الفرق كبير إلا أنه زواج ناجح بكل المقاييس. ليش؟ لرجاحة عقل هذه المرأة، ولأن الزوج أمير المؤمنين. فأنا إذا حصلت لي مرأة راجحة العقل مثل هذه، وكل أنت لما أنت تروح تقرأ حياة أم البنين تعرف رجاحة عقل هذه المرأة،
بحيث إلى هذا الحد لما أن جاء أمير المؤمنين بها إلى بيته لم ترضى أن تدخل البيت حتى يأذن لها الإمامان الحسنان سلام الله عليهم. لما رأت حين يناديها أمير المؤمنين بفاطمة ورأت أن هذا الاسم له مكانة في قلب الإمامين الحسنين قالت له يا أمير المؤمنين لا تنادني فاطمة نادني أم البنين. هذه مرأة تريح الرجل مرتاح منها زوجها. هذه مرأة راجحة العقل 28 سنة بينهم. هذا مثال على أن الفرق أن الرجل أكبر والمرأة أصغر مع أن الفرق كبير. مثال ثاني هم بعد زيجة لأمير المؤمنين عليه السلام زواجه بالسيدة أسماء بنت عميس. من هي السيدة أسماء بنت عميس؟ السيدة أسماء بنت عميس هي التي مرضت السيدة الزهراء عليها السلام، هي التي كانت معها حتى آخر لحظات حياتها. أسماء بنت عميس أم محمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر معروف هذا الرجل الصحابي ربيب أمير المؤمنين عليه السلام واليه على مصر. هل الذي قتله عمر بن العاص قتله ووضع جثته في جوف حمار وأحرقها، ما يذكركم هذه الأفعال بأحد؟ القوم أبناء هذا الرجل صحابي جليل من حواري أمير المؤمنين، هو دائما يفتخر أنا ربيب أمير المؤمنين. أمه أسماء بنت عميس بنت عميس، أبوه الخليفة الأول. الخليفة الأول لما تزوج أسماء بنت عميس وجابت هذا الابن توفي، تزوجها أمير المؤمنين وربى محمد بن أبي بكر، لكن المرأة كانت أكبر منه، المرأة كانت أكبر منه، وهذا الزواج زواج ناجح. وإلا ما يطلع علينا محمد بن أبي بكر مع أنه مو ولده بعد، ما يطلع علينا بهذه الصورة من الفضل والكمال. فعندنا زواج كان أمير المؤمنين الزوج بوحدة أكبر منه زواج ناجح، وأمير المؤمنين الزوج بوحدة أصغر منه زواج ناجح. شنه الجامع بينهما؟ الجامع بينهما رجاحة العقل في الطرف الثاني، التدين في الطرف الثاني. فأنت لما تروح تتزوج تشوف واحدة مؤمنة ملتزمة راجحة العقل متدينة، قضية السن هذا الأمر مو شيء كبير بالنسبة إليك، لازم يصير مو لازم يصير شيء كبير، لأن وجود مرأة بهذه الطريقة قليل. وإذا انتينهم كذلك أيتها بنت، إذا جاش واحد شاب في كل المواصفات الممتازة فقضية السن مو شيء كبير، مو شيء يلتفت إليه. زين، معيار ثالث الحسب والنسب والعائلة، هل لهما مقياس أو ما لهما مقياس؟ يعني هل لهما حضور؟ أنا لما أروح أتزوج هذا له حضور، له مقياس من المقاييس أو لا؟ إسلاميا احنا نعطي قيمة إلى العائلة إلى النسب. من وين جاءت هذه القيمة؟ جاءت لأن النسب له تأثير على الأولاد. احنا إسلاميا لما نطالع الزواج نطالع على أساس أنه مصنع للأبناء، ما نطالع على أساس أن واحد يروح يفرغ شهواته وانتهى الموضوع. لا، نظرتنا إلى الزواج نظرة واسعة، نظرة كبيرة، نظرة راقية. فعشان كذي لما نتكلم في الزواج على أساس هذه النظرة، على هذه الأهداف الراقية عليه، لأن الزواج مصنع إلى الأبناء، وهذين الأبناء راح يشكلون المجتمع، وهذا المجتمع أفراده هؤلاء. إنجي نشوف شنو اللي يطلع إلينا أبناء ممتازين. والله أنا أشوف أن الجينات الوراثية لها دور، فعشان كذي يجي الإسلام يقول إليك تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، تخيروا لنطفكم فإن الخال أحد ضجيعين. لكن إلى أي مستوى؟
إلى المستوى الذي فيه يكون على فضيلة فقط. إلا إن أنا أخي يعني أنا إذا أخذت وحدة لازم يكون جميع فروع عائلتها ممتازين، مناسب بس لازم إن يكونون ما يصرون على مشكلة، مو أصحاب مشاكل، مو أصحاب معاصي، مو معروفين بالمعصية، والعائلة مؤمنة ملتزمة كذا انتهى الموضوع، يؤخذ منها يتزوج منها. وهم كذلك المرأة إذا جاءها الزوج إذا كانت عائلته ممتازة محترمة متدينة انتهى الموضوع، والله عندهم ولد عمة جدة خالة أبوهم يسوي كذي كذا، لا ما نأخذ من عندهم. لا تزر وازرة وزر أخرى، عندنا قوانين قرآنية ما نقدر أن إحنا نتجاوز عنها. فإذا هذا الأمر لابد يكون واضح. معيار أخير وهو التكافؤ. التكافؤ المالي ضروري أو مو ضروري؟ في الإسلام لا يراه أمرا ضروريا. يعني أنا غني لازم أخذ الغنية؟ لا. أنا فقير لازم أخذ الفقيرة؟ لا. هذا ما صنعته المجتمعات الطبقية. أنا إذا أمشي في هذا الجانب قاعد أسوي الطبقية، ما أنظر إلى الرجل، ما أنظر إلى دينه، ما أنظر إلى أخلاقه، بل أنظر إلى ما موجود في محفظته، ما هو مركوبه يركب أي سيارة، ما هو موجود عنده من رصيد في البنك، ما هو موجود عنده من أملاك. هذه الطريقة أنا قاعد أسوي صفقة، الزوجة تصير صفقة، أو الزواج بهذه الطريقة صفقة. فالتكافؤ المالي مو أمر ضروري إسلاميا. التكافؤ الاجتماعي يعني شنو؟ يعني أنا وجيه فلازم آخذ من عائلة وجيه، أنا سيد ترى موجود في هذا الفكر إن شاء الله، مو موجود عند أهالي السادة أهالي المرخ، أنا سيد لازم آخذ سيدة. تدرون أنه في باكستان عندهم حديث، هذا الحديث ما يعني ما أدري هو موجود في وين، أنا ما شفته، لكن عندهم حديث هو أنه بناتنا لأولادنا، فالسيدة ما يأخذها غير السيد عندهم هناك بهي الطريقة. أي يعني أنت لما ما تكون سيد وتروح تأخذ من عندهم، طب أنت سيد ما نأخذ من عندهم. أنا ما أدري هذا الحديث جاء من وين، مع أن احنا نشوف أهل البيت عليهم السلام وتزوجوا مو سادة، الأئمة عليهم السلام تزوجوا من غير السادة وزوجوا لغير السادة. أنا ما أدري يعني هذا الحديث متمسكين به وعاطين عليه، وذاك سيرة الأئمة ليش مو ماخذين به. فموجود فكر مثل هذا أنه لا ما يصير، أنا من عائلة، أنا من حسب، أنا من نسب، أنا من كذا، أنا وجاهة، فلازم أخذ من نفس من النسب والحسب والوجاهة. هذا ما إليه دخل إسلامية. وإحنا نشوف الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم زوج زيدا بابنة عمه، وزيد كان ربيبه، كان يعتبر من الغلمان، زوجه بابنة عمه الهاشمية زينب بنت جحش. زين نروح إلى تكافؤ ثاني وهو التكافؤ الثقافي، ضروري أو مو ضروري؟ خلنا نعرف شنو نقصد احنا بالتكافؤ الثقافي. الإسلام ينظر إليه شنو؟ إلى التكافؤ العقلي. مو ضروري أن أنا مثلا عندي شهادة جامعية فلا بد أن أتزوجها جامعية، مو هذا المقصود. المقصود دينيا أنه بما أن أنا على قدر من الثقافة فلا بد أن تكون هي أيضا راجحة العقل. بهذه الطريقة أنت قاعد تتزوج واحدة مفيدة إليك وأنت ترتاح حينما تعيش معها. أما إذا لا، إحنا لو خلينا هذا مقياس ومقياس ممتاز رجاحة العقل، مو الدرجة الجامعية أو الدرجة الأكاديمية اللي هي عليها، لأن قد تكون ذات درجة جامعية لكن عقل ماكو عقل، وتبتدي المشاكل تصير. الأمر ما يتعلق أنا أملك شنه من شهادة، الأمر يتعلق أنت شنه تملك هني، شنو موجود هني،
هذا يفكر بطريقة صحيحة أو لا. وعادة احنا ما نشوف، وهذا سبحان الله، انه دائما ما يترافق التدين الحقيقي مع رجاحة العقل، دائما ما يترافق التدين الحقيقي مع رجاحة العقل. زين، فإذا التكافؤ الثقافي الذي نعني به رجاحة العقل في الطرفين أمر ممتاز يجب أن يؤخذ به. التكافؤ القيمي، أنا أؤمن بقيم معينة هي تؤمن بها، أنا أؤمن بمبادئ معينة هي تؤمن بها، مطلوب أو مو مطلوب؟ نشوف أنه لا مطلوب. ليش؟ لأنه بعض القيم أنت فعلا تربيت عليها، بعض المبادئ أنت عشتها. إحنا مجتمع محافظ في البحرين، مجتمعاتنا أكثرها يطبق يغلب عليها هذا الجو، جو المحافظة. لكن لو أنا أروح مثلا في مجتمع آخر، مجتمع في دولة ثانية في لبنان أو في سوريا، هناك من المجتمع شوي منفتح أزيد، هذا يناسبني هذا النوع أو ما يناسبني؟ يناسبك توكل على الله، ما يناسبك أحجم وخذ ما يتناسب مع قيمك أنت ومبادئك أنت. طبعا القيم العليا والمبادئ العليا أكثر الناس يتفقون عليها، ولكن من أنا وماذا أريد؟ أنا من؟ ماذا أريد؟ شنه النظرة المستقبلية إلى نفسي؟ شنه الحياة اللي راح أعيشها؟ لازم أخذ لي وحدة تتناسب مع هذه الحياة، تتوافق مع هذه الحياة. ليش؟ لأن إذا أخذت وحدة ما تتناسب مع هذه الحياة، ما تتوافق مع هذه الحياة، راح يبدأ مسلسل المشاكل الزوجية. لكن لما أخذ وحدة تتناسب مع الحياة اللي راح أعيشها، مع الجو اللي أنا أعيشه، مع المجتمع اللي أنا أعيشه، راح تكون المشاكل الزوجية بعيدة عن حياتنا. فابحث عن الزوجة المتدينة في رقم واحد، راجحة العقل الخلوقة. عندي بعض التوصيات اللي راح أتكلم فيها بشكل سريع لأنها ضرورية ويستفيد منها المقبل على الزواج والمتزوج. رقم واحد، أحفظ أسرار الطرف الآخر. ليش؟ لأن كثير من المشاكل تصير عبر إفشاء الأسرار، عبر إفشاء الأسرار للطرف الآخر. كزوج يفشي أسرار حياته الزوجية للآخرين، أو كزوجة تفشي أسرار حياتها الزوجية للآخرين. أيها الأخوة، أيتها الأخوات، أيها الزوج، أيتها الزوجة، أسراركم ما يحدث بينكم لابد أن لا يخرج من باب غرفة النوم أبدا، لازم يكون داخل غرفة النوم. المشاكل تحل داخل غرفة النوم، ما تطلع إلى الأولاد، فضلا عن أن تطلع إلى الأهل، فضلا أن تطلع إلى الأصدقاء. يجي هذا الشاب يصير عنده خلاف مع زوجته، يطلع يشوفونه الشباب ضايق خلقه، شفيك يا حبيبي، ويبتدي نشرة الأخبار، يقول كل شيء، ويصير هي زوجته عندهم ما تسوى يعني دائما خبيك والخلاف، أكيد هو المظلوم وديك الظالم. أو المرأة لما تروح يصير عندها خلاف مع زوجها، تروح إلى بيت أبوها أو صديقاتها وتنشر الغسيل، أنا ما صار زواج، هذا صار نشرة أخبار متنقلة، إذاعة متنقلة، ما يصير. أحفظ أسرار بيتك، خل بيتك أسرارك داخل بيتك. أنا أقول هذا الكلام إلا تلك الأسرار، إلا تلك المشاكل إلا تحتاج إلى تدخل خارجي. وإذا كان هنالك مطلوب تدخل خارجي، لابد أن يكون تدخل مختص، مو كل من يجي إليها، يجي الزوج يقول لصاحبه مثلا ترى أنا صار عندي كذا وكذا مشكلة ويا زوجتي. خب هو قال إلى من؟ إلى واحد صاحبه. أما لو أنا سوليت لي كان أوديها بيت أبوها،
أخليها ولا يهمني شنو سوي لي كذا. لا لا ولا ديك اليوم صار لكذا وقلت لها شاب روحي بيت أبوش. ايه هو ما عليك مني تحصله ولا انضرب. انزين هذا الشيء يسوي انشحن له شاف ان صديقه طلع بطولته وعرض عضلاته فيروح البيت قومي بيت ابوش. يمكن هي مضبطه روحها بتصالحه شو السالفه. لا خلاص شنو انت تسوين لي كذي انا تقولين لي هالكلام. يلا 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 باي باي مع السلامه وخلاص انتهت الحياه. تعال بنصلح الامور. لا لا خذ استشاره من عند من من عند الخبير صاحبه. أول بنت ما راح أقول إنها تقول إلى أهلها لكن تقعد على الواتساب اليوم صار كذا في مجموعة الشباب أصحابها في الجروب مالهم وتشوف عاد بعدين يطلعون كامل استشاريين وكل واحدة تدلي وبدلوها وكل واحدة تعطي رأيها. أنا ديك اليوم سوى لي كذي صكيت الباب في وجهه ما خليته جيت حبحب كذا 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 والله هي تنشحن. يجي هذا راجع يمكن جايب وياه وردة بيصلح الأمور يشوف الباب مال الحجرة مسكوك. يا بنت الحلال بطلي الباب روح خلاص هذا أنا جايب وياي وردة انتهت لا نريدك ولا نريد وردتك وتنتهي الحياة الزوجة. فإذا أردت أنك أنت تأخذ من الآخرين نصيحة مشورة خذ من متخصص. القرآن شنو هو يقول؟ يقول فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. حكم والحكم عادة له مواصفات واحدة من مواصفات أن حكيم عاقل يروح يدور على المصلحة العليا بين الطرفين مو هذا يدور مصلحة صاحبه وهذين الشلة يدوروا مصلحة صاحبتهم. لا احنا ندور على المصلحة بين الطرفين. اثنين امدح وشجع الطرف الآخر. أنت كزوج مو هذه المفروض أنه أفضل مخلوقة أنت تحبها مو المفروض هذه؟ فليش عجل إذا سوت إليك شيء جميل قامت بشيء جميل ما شابه يصير كأن هذا ولا كأنه موجود. لازم احنا ابتدينا الكلام بشنو قلنا ان الرسول وش يقول؟ يقول ان قول احدكم لزوجته احبك لا يذهب من قلبها ابدا. قول الى زوجتك انك انت تحبها قول اليها انا احبك. قول هذا الكلام وهذا الكلام لما تسمعه زوجتك خلاص ينفرج قلبها من الفوارق النفسية. هذا بنخليه للسنة الجاية إن شاء الله لكن بعطيكم سر من الأسرار من الحين. من الفوارق النفسية بين الرجل والمرأة أن المرأة تعتمد على الرجل الرجل يعتمد على نفسه. يعني شنو المرأة تعتمد على الرجل الرجل يعتمد على نفسه؟ يعني أن المرأة في كل شؤون حياتها هي تعتمد في ذلك على الرجل. شنو معناته؟ معناته إذا تزينت إذا زوجها ما التفت إلى هذه الزينة تعتبر روحها مي جميلة وإذا زوجها قال لها أنتين جميلة هني تعتبر نفسها جميلة. تعتمد على الزوج تعتمد على الرجل في كل شيء أما الرجل يعتمد على نفسه في تفكيره. زين إذا هي كانت تعتمد عليك في هذا الجانب حتى مثلا لما هي تعتبر سالفة النحف أو الضخامة تروح تسوي رجيم فانت من تجي يقول اوه ضعفتين خلاص تعتبر روحها ضعفت ان شاء الله لو ما نقصت ولا جرام واحد. اما اذا قلت له وهي ضعيفة وهو صار متينة خلاص اني متينة. بهي الطريقة هم يفكرون. هذا فرق نفسي داخلي بينهما. انزين اجي هذه المرأة مثلا ومزينة ومضبطة روحها وجملة روحها يدخل الزوج كأنه مو شايف شيء وهي تقوم تجي طالع توقف قدامه ما في شيء متغير اليوم طالع كذا فهو يقوم يطالعها ما في شيء. هذا كأن انت عاطنها رصاصة في القلب ترى اليوم اني رايحة حافة او حفيتينها ولا تبدل شيء
هذا قاتل. مشكلة هذه بعد خلاص. هاي مي كبسة، هذا قاتل، هذه رصاصة. فهي الحين جاية هي تبي تسمع كلمة جميلة من عندك. إضافة هم كذلك النساء، هم كذلك النساء، يجي الزوج مستانس وجايب وردة يعطيها إياها أو يطرش لها مسج، أنا أحبش، أنا حبيبتي كذا، من تجي هي أكيد يمبي شيء، أكيد مسوي مصيبة، وإلا هذا الكلام ما يطلع منه إلا وراه مصيبة، أكيد مسوي شيء وجاي وياه. فويش مسوي؟ قال لا وأنا ما نمسوي شيء، لا أكيد مسوي شيء، أكيد تبي تتزوج علي. وهذه السالفة تجي بعدين. فشجع الطرف الآخر ليكون الشريك محور حياتك، خل شريكك محور حياتك، الأمر يدور بينك وبين زوجتك، محور حياتك هي حياتك الزوجية، هي زوجك، زوجك إن كنت زوجة فزوجك، وإن كنت زوج فزوجتك. بهذه الطريقة تصير حياتكم الزوجية رائعة جميلة. بهذه الطريقة هذه المرأة التي تصنع الرجال فعلا تصنع زوجها، وهذه المرأة اللي تصنع زوجها، هذه المرأة مهما كبر بها السن تبقى المرأة الغالية، تبقى المرأة الجميلة، تبقى المرأة العاقلة المتدينة الرشيدة اللي ما يقدر يتخلى عنها زوجها. وتعالوا إلى إحدى هذه الزوجات التي كان ضربت مثال كبير إلى نصرة زوجها وحث زوجها على نصرة الإمام الحسين، زوجة حبيب ابن مظاهر الأسدي. هذه المرأة لما جاء حبيب يختبرها تقول لا أنت مقصر، لا مقصر أنت يا حبيب في نصرة الحسين، فيقول لها يا أمة الله، يختبرها، أخاف عليك أن تترملين، أخاف على أولادي أن يتيتموا. فشوف رجاحة عقل هذه المرأة، تقول له يا حبيب دعنا نأكل التراب ولا تقصر في نصرة الحسين بن علي. هذه المرأة فعلا لها مدخلية كبيرة في نصرة الحبيب للحسين في كربلاء، صنعت، ولذلك انتقل حبيب إلى نصرة الحسين. وحينما جمع الحسين أصحابه في ليلة العاشر قال لهم أصحابي هذا الليل قد أرخى سدوله فاتخذوه جملا، وليأخذ كل واحد منكم بيد أحد من أهل بيتي، أنتم في حل من بيعتي. قام له حبيب جلد بعمامته الأرض، يا أبا عبد الله كيف نعتذر إلى أمك فاطمة. ثم أخذ تلك الراية ونشرها، تناول الحبيب العلم من كف الشفية، هز بيمين وصاح طابت للمني، مات بمعزة عايف حياتي والأهل لجلك يا صنديد، تشهد صناديد الحرب عند الحرب عيد، مات بمعزة ولا نعيش بطاعتي زيد، يا ابن الرسول طاعتك فرض علي، والله يا ابن بنت النبي لو قطعاني بالسيف والخط وبالنار احرقوني، وذروا عظامي بالفلو تالي نشراني، 70 مرة هالفعل يصدر علي، والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك، روحي واهلي والولد
كلها فدال كل شيعتك تفنى ولا تهتك عيالا. والتفت لاصحابه وعبراته جري وقالهم يا فرسان الحرب كلكم تسمعوا باكر بهذه الأرض ثور الحرب والكو ليكون سادتكم بني هاشم يحملوا إلا عقب ما ننفني كلنا بالسوية. أحبيب أنت إلى الحسين حبيب إن لم ينط نسب فأنت نسيب يا الله. نسألك اللهم وندعوك بحب الخلق إليك محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سهل مطالبنا اقضي حوائجنا شافي مرضانا لا سيما المنظورين ومن أوصونا بالدعاء. اللهم شافهم بشفائك وداوهم بدوائك والبسهم اللهم لباس الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. المؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع اللهم تقبل منهم أعمالهم ولموتاهم وموت الحاضرين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.